منظومة التوجيه والإرشاد، الإرشاد والتوجيه قبل البكالوريا لا تشتغل بالشكل الكافي لتقديم المعطيات والمعلومات الأساسية للأسر على وجه التحديد ولهؤلاء التلاميذ الذين يفكرون فقط في النجاح في البكالوريا. ما بعد البكالوريا كيف يفكر فيه حتى ينجح؟ المجهول بالنسبة لهم لأنهم لا يعرفون التعليم العالي، انتقال تحول كبير لأنه يعني من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي، هناك تحول كبير بالنسبة للتلميذ الذي يوجد أيضا في مرحلة نفسية أو مرحلة عمرية حرجة هي مرحلة المراهقة أو في نهاية المراهقة، فكل ذلك يضع أعباء على التلميذ وعلى الأسر. وينبغي أن تكون لوزارة التعليم العالي رؤية واضحة لتيسير هذا الانتقال. متتبعينا، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي ينظمه موقع اليوم 24 بشراكة مع جمعية أماكن لجودة التعليم والمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية. هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من اللقاءات بعنوان التعليم في المغرب إلى أين؟ نناقش فيه مجموعة من القضايا متعلقة بمنظومة التربية والتكوين وتقييم برامج البيداغوجية ومختلف المواضيع المتعلقة بالمنظومة التربوية. مرحبا بكم من جديد الأستاذ عبد الناصر الناجي رئيس جمعية أماكن لجودة التعليم، الأستاذ خالد صمدي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، في هذا اللقاء الجديد حول موضوع التعليم إلى أين، نناقش نقطة مهمة وتؤرق الأسر خاصة التي حصل أبناؤها على البكالوريا، حول ما بعد البكالوريا، ما هي المدارس والجامعات التي سوف يسجل فيها يعني الخريجون في السنة في الدخول الدراسي المقبل. هناك انتظارات للمباريات ديال المعاهد أو مؤسسات الاستقطاب المحدود، وهناك من يراهن على الذهاب إلى الخارج، وهناك من لديه معدلات أقل يذهب إلى الجامعات المفتوحة العمومية. فهذا الموضوع ديال ما بعد البكالوريا بغينا نتكلموا فيه على نقطة. عندي سؤال، نبدأ بسي الصمادي. نبدأ بسي الصمادي، هاد التنظيم ديال المباريات، الولوج ديال المؤسسات ديال الاستقطاب المحدود، كليات الطب، المدارس ديال العلوم، التدبير والتسيير والهندسة إلى آخره، كيف يدبر هذا الأمر؟ أولاً واحد العبارة كتروج عند الآباء والأمهات بيناتهم، تيقولوا الاحتفال بالنجاح البكالوريا والاحتفال ديال اليوم، يعني 24 ساعة بعد ذلك تبدأ معاناة طويلة جدا لدى الآباء والأمهات متعلقة بمصير أبنائهم في التعليم العالي. التعليم العالي فيه مؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وهي لا تتجاوز في عدد مقاعدها البيداغوجية ما بين 13 إلى 16%، يعني في السنوات الأخيرة قاع حنا من التطور، يعني من الخريجين البكالوريا يالله 16% من 15% اللي كيمشيو، يعني المقاعد البيداغوجية المتاحة نعم، بما في ذلك مدارس المهندسين وكلية الطب وغيرها من المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية المختلفة. نعم. كاين اللي تابع لوزارة الطاقة والمعادن، كاين اللي تابع للفلاحة، كاين اللي تابع لقطاعات متعددة بما فيها طبعا القطاعات التابعة للتعليم العالي. ثم هناك المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح اللي هي كلية الآداب وكلية الحقوق، وما فيها من عرض بيداغوجي جديد أيضا ينبغي أن تبذل مجهودات كبيرة جدا من أجل تحيين التكوينات الموجودة فيه. وبالمناسبة أنا أهنئ كلية العلوم والتقنيات وما إلى ذلك، فأنا أهنئ الحاصلين والحاصلات على شهادة البكالوريا في التخصصات الأدبية، وتنقل لهم أمامكم على عكس ما يشاع تكوينات مهمة جدا خاصة في مجال كليات الحقوق، وكذلك بعض التخصصات مهمة جدا في الأداب واللغات، وكذلك أيضا تكوينات مهمة جدا في كليات العلوم والتقنيات وفي كليات العلوم أيضا. فهذه العقلية خصنا شوية نبدلها،
وما نعتبروش على انه اللي حصل على معدل والتحق مؤسسة الاستقطاب المفتوح راه دخل الجنه، والباقي دخل لمدرسه المهندسين راه افضل من يمشي لكليه العلوم مثلا. هو لا ماشي هو هذا بالضبط. فانا كنعتبر ان التعليم العالي هو واحد العرض مندمج مفتوح، وهناك ايضا عروض في القطاع الخاص وما الى ذلك. هناك عروض متنوعه فيما يتعلق بالتعليم العالي، وفي كثير من الاحيان بعض المتخصصين الان في العلوم الانسانيه والاجتماعيه وفي اللغات ربما يمكن ان تكون لهم حظوظ الشغل، وخاصه التربيه التعليم على وجه التحديد ربما اكثر من غيرهم من تخصصات اخرى. فانا اريد ان نفكر بهذا المنطق المفتوح دون ان نحشر الاباء والامهات في هذا الضغط عود ديال النجاح في مدارس المهندسين وفي لي جي ان سي جي وفي لينا وفي لينام وفي غيرها من المؤسسات. من ناحيه ثانيه يبدو ان منظومه التوجيه والارشاد، الارشاد والتوجيه قبل البكالوريا لا تشتغل بالشكل الكافي لتقديم المعطيات والمعلومات الاساسيه للاسر على وجه التحديد ولهؤلاء التلاميذ الذين يفكرون فقط في النجاح في البكالوريا. ما بعد البكالوريا كيفكر فيه حتى كينجح، وهذا مشكل حقيقي يعني يؤثر على توقيت الاختيار. يعني كيكون عندك يعني كتقصد انه خصو يكون عارف شنو طبعا خلال السنه خصو يكون عارف شنو هي التوجهات وشنو هي الكفايات ديالو الاساسيه اللي عنده على اساسها يمكن له يختار الى غير ذلك. فنحن نشتكي من منظومه ارشاد وتوجيه ما غنقولش معطله، ولكن غنقول لا تشتغل بالشكل الكافي رغم الرقمنه ورغم ما يتاح من معلومات ومعطيات للاباء وللامهات وللتلاميذ. اذا هذه قضيه. القضيه الثانيه هاد التوزيع ديال المباريات الالتحاق خاصه بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود في مواقيت مختلفه ومتعدده تخلق يعني نوع من التعب الكبير جدا بالنسبه للاسر. علاش قلت لك ان الفرحه ديال 24 ساعه؟ خاصه الوزاره ديال التربيه ديال التعليم العالي الان تحاول ما امكن ان توحد المباريات في المؤسسات اللي تابعه لها. تنتكلم على لينسا، كنتكلم على لينسام، لي جو ان سي جي اللي هما تابعين للتعليم العالي، لكن المؤسسات التابعه مؤسسات التعليم العالي تابعه لقطاعات حكوميه اخرى كلها تخطط للمباريات المتعلقه بها في توقيت معين و ببرنامج معين، وهذا يتعب حقيقه رغم انه يمكن ان يفتح من او يعلي من حدود المتعلمين للنجاح في المباريات، ولكن انا اعتقد اننا يحتاج الى تنسيق كبير وكبير جدا من اجل ان نقدم العرض لهؤلاء الطلبه على الاقل واحد 6 شهور ولا 7 شهور يكونوا عارفين بالضبط شنو كينتظرهم في التعليم العالي. سي نجي، الاسر اللي هما في المغرب كله يعني كيخصهم يجيو يدوزوا امتحانات يعني في مراكز يعني مثل كليات على مستوى كليه الطب، على مستوى مدارس الهندسه، هناك واحيانا يعني التلميذ كيخصو يدوز امتحان في ظرف اسبوع، 3 ولا 4 امتحانات في ظرف اسبوع مثلا. يرى كلها في نهايه يوليوز. كلها في نهايه يوليوز. فهاد هاد التدبير ديال هاد الامتحانات ما كيطرحش اشكال من حيث الزمن من حيث. واكيد كما قال الصمدي المرور من مرحله التعليم الثانوي الى مرحله التعليم العالي يشكل يعني محطه صعبه بالنسبه للاسر وبالنسبه للمتعلمين والمتعلمات الحاصلين على البكالوريا من عده جوانب ذكر بعض منها الاستاذ الصمدي. انا اظن ان الجانب تدبير هذه الامتحانات من اجل ان تكون هناك راحه بالنسبه للاسر، راحه افضل بالنسبه للاسر، ان يكون كذلك راحه نفسيه بالخصوص بالنسبه للتلاميذ لانهم مقبلون على تعليم عالي وعلى المجهول بالنسبه لهم لانهم لا يعرفون التعليم العالي، انتقال تحول كبير لان يعني من التعليم الثانوي الى التعليم العالي هناك تحول كبير بالنسبه للتلميذ الذي يوجد ايضا في مرحله نفسيه او مرحله عمريه حرجه هي مرحله المراهقه او في نهايه المراهقه، فكل ذلك يضع اعباء على التلميذ وعلى الاسر.
وينبغي أن تكون لوزارة التعليم العالي رؤية واضحة لتيسير هذا الانتقال من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي بتنسيق أولا مع التربية الوطنية وبتنسيق أيضا مع القطاعات الأخرى، لأن التعليم العالي مؤسسات التعليم العالي مشتتة كما قال الأستاذ الصمري بين مجموعة من القطاعات. وكل في كل مرة نقول أن إصلاح التعليم العالي ينبغي أن يستند إلى ما جاء في القانون الإطار الذي يفرض على التعليم العالي أن يكون موحد بالنسبة لجميع القطاعات، توحد في قطاع واحد. حاليا شنو القطاعات اللي مازال عندهم مدارس عليا؟ كاين وزارة النقابة المعادن، وزارة القطاعات، مجموعة كاين وزارة الفلاحة، كاين وزارة الصناعة والتجارة، كاين الطاقة والمعادن، الطاقة والمعادن، مجموعة من القطاعات. يعني حتى المدارس المتميزة معروفة على بالنسبة للتعليم العالي، يعني من نتحدث عن الأشغال العمومية، المدرسة الحسنية ولا المدرسة المحمدية المهندسين، عندما نتحدث عن دي ان بي تي يعني ديال المواصلات، البريد والمواصلات، عندما نتحدث عن المعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، هذه كلها لا تنتمي لقطاعات أخرى طبعا ننعتها بمؤسسة التعليم العالي غير التابعة للجامعات، بمعنى آخر غير التابعة لوزارة التعليم العالي وإنما تابعة إلى قطاعات أخرى. القانون الإطار ينص على أن ضرورة تجميع جميع التكوينات وجميع المسارات ما بعد البكالوريا تجميعها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو أن القطاع القانون الإطار أيضا ينص على أن تكون لدينا مخطط مديري للتعليم العالي يضع أو يبني مؤسسات تكون جهوية، يعني أن يكون مركبات جهوية للتعليم العالي، وهذه المركبات الجهوية من شأنها أن تستقطب التلاميذ الناجحين في البكالوريا في الجهة. لا ينبغي أن ينتقل إلى جهة أخرى لأنه عنده مركب متكامل، مركب متكامل فيه التخصصات المختلفة، ويمكن أن يختار، لأنه في بعض الأحيان يكون في جهة لا توجد مثلا فيها كلية الطب، إذن يضطر إلى أن يذهب إلى جهة أخرى. ولكن بما أن القانون الإطاري ينص على أن تكون هذه المركبات الجهوية المتكاملة، إذا استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى، خاصة في مغرب يتحدث عن الجهوية المتقدمة وضرورة أن تكون هناك التدبير محكم داخل المجالات الترابية، وأن نتجه في اتجاه اللامركزية، ينبغي أن يكون لدينا ما يكفي من المؤسسات، والعرض يكون كامل لكي نمكن المرشحين أو الناجحين في البكالوريا من اختيار المكان المناسب لهم. ولكن هذه المسألة إذا ربطنا مع البكالوريا ومع الإشكال المطروح حاليا في عدم الملائمة ما بين مستوى الحقيقي للتلاميذ ونتائج البكالوريا ونسب النجاح في البكالوريا، فسيكون هناك إشكال على مستوى التعليم العالي، كما لو أننا نصدر مشاكل. ولكن المباريات يكون فيها فرز غربلة، ولكن في النهاية التعليم العالي يستقطب هؤلاء المرشحين بغض النظر عن أين يتجهون، فهو يستقطب. استقطاب المحدود هو الدرجة الأولى، ثم استقطاب المفتوح في الدرجة الثانية، وهذا يعطينا تعليم عالي بسرعتين بل بطبقتين، طبقة التعليم الاستقطاب المحدود وطبقة الاستقطاب المفتوح، رغم بعض الإصلاحات التي تمت وتحاول تنتشل مؤسسات الاستقطاب المحدود من هذا المستوى الذي توجد فيه إلى مستوى أفضل من خلال فتح مسارات تسمى مسارات التمييز، ولكن في نفس الوقت هذه مسارات التمييز تحدث طبقية داخل مؤسسات الاستقطاب المفتوح، ويصبح المترشح الذي لأن عندنا نسبة تتجاوز 85% تذهب إلى الاستقطاب المفتوح، بمعنى أن الأغلبية تتجه نحو الاستقطاب المفتوح.
تمشوا للجامعات كلية الآداب والحقوق والعلوم يعني التعريف يعتبرون أنفسهم كأنهم في مستوى ثاني من هؤلاء المرشحين الناجحين في البكالوريا، وينبغي أن يكون هناك إصلاح لمنظومة التعليم العالي في اتجاه أن لا تساوي نهائيا بين الاستقرار المفتوح والاستقرار المحدود، ولكن على الأقل تقليص الهوة الموجودة بين المؤسستين. في الصمدي كاين أيضا التعليم العالي الخاص اللي ظهر والخارج، يعني هادو في حق جوج محاور ممكن نخصوا لهم حلقة خاصة لمناقشة هاد القطاعين المجالين اللي هما مهمين اللي ولاو كثير من الخريجين اللي تيتوجهوا لهم، ولكن بغينا واحد إشارة لعدد من الأسر اللي هما تيمشيو يسجلوا أبناء ديالهم سواء في مدارس اللي هي كتعتبر يعني شبه عمومية أو في إطار شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، يعني مدارس الآن التعليم العالي أو في الخارج. طيب يعني حتى في منظومة التعليم العالي والإدارة، ولا كانت شي فكرة شحال العدد تقريبا اللي تيمشي للقطاع الخاص والخارج تقريبا؟ شي إحصائيات دقيقة ما عنديش بالضبط، ولكن كيف ما كان الحال هاد 16% اللي كنتكلموا عليها هذه المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، داخل فيها جزء كبير جدا من كليات الطب والتكوينات أيضا ذات الاستقطاب المحدود في القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص ما مستثمرش في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. فلما تنقولوا 16% كنسبة يسبع عامة داخل فيها يعني القطاع العمومي وكذلك القطاع الشريك والقطاع الخاص في نفس الوقت. 5% التعليم الخاص لا تنسجم تقريبا. نعم. وإذا الآن هذه المؤسسات الشريكة، خليني نتكلم عن المؤسسات الشريكة أولا. المؤسسات الشريكة باش يعرفوها الأسر هي المؤسسات المحدثة بموجب علاقة شراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص، هي ليست خاص 100% ولكن مبنية على شراكة، بحال كنتكلموا على الجامعة الدولية في الرباط، ولا كنتكلموا على الجامعات الدولية الجامعة الأورمتوسطية في فاس على سبيل المثال، كذلك الجامعة الأكادير وغيرها من السادس في بنغرير متعددة التخصصات وما إلى ذلك. هذه مؤسسات في إطار الشراكة، هي جيل جديد من الجامعات المغربية، جيل هجين ما بين هجين بالمفهوم الإيجابي ما بين القطاع العام والخاص، يعني داخلة في البي بي بي بارتناريا بيبليك بريفي، يعني شراكة عام خاص. جيل جديد أخذ يفرض نفسه الآن في الساحة، يستفيد من دعم الدولة بواحد الشكل معين اللي هو بحال اللي تقول الطلبة المتفوقين الذين يجتازون مباريات الولوج إلى هذه المؤسسات، الدولة تتكلف بهم، وزارة التربية الوطنية اللي كتكلف بأداء الأجور ديالهم في حدود 21% كنسبة عامة، ولكن يمكن التلميذ يستفد حسب النتائج ديالو ما بين 15% 20% من الإعفاءات، 20% 50% إلى غير ذلك. وهذه المؤسسات هي ملزمة بتقديم تقارير مقابل هذا الدعم الذي تحصل عليه، تقديم تقارير لفائدة قطاع التعليم العالي حول عدد الطلبة المسجلين فيها والمستفيدين، خاصة من المتفوقين من أسر لا تستطيع أن تؤدي. وبالتالي هذه المؤسسات وفرت واحد مقاعد بيداغوجية مهمة جدا لفائدة هؤلاء الطلبة الذين لم يستطيعوا الولوج إلى المؤسسات العمومية ولم يستطيعوا تحمل مصاريف القطاع الخاص. القطاع الخاص نفس الشيء، هناك عروض كثيرة ومتعددة ومتنوعة. القطاع الخاص يغطي تقريبا جميع هذه التخصصات ولكن تكلفته مرتفعة. فيما يتعلق بالعرض البيداغوجي في القطاع الخاص، طبعا ينبغي أن نعرف على أن هذا القطاع يضم مجموعة من المؤسسات التي تحصل على ترخيص من الجهة الوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبالتالي تكون مؤسسات مرخص لها بموجب القانون، يعني عندها الرقم ديال الترخيص. ولكن التكوينات الموجودة داخل هذه المؤسسات منها تكوينات معتمدة طبقا لدفاتر الضوابط البيداغوجية المعمول بها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها تكوينات أخرى ربما لم تستوفي بعض الشروط وتكون تكوينات موجودة في هذه المؤسسات ولكنها تكوينات غير معتمدة. فهذه المؤسسات تبذل المجهودات
بعد تأسيسها خلال 5-7 سنوات من أجل أن تكون كل تكويناتها معتمدة. في الوقت اللي كتوصل لهذا المستوى تحصل على درجة الاعتراف، تصبح مؤسسات معترف بها من طرف الدولة، وبالتالي تصبح شواهدها أو الشهادات التي يحصل عليها الخريجون منها مطابقة طبعا للشهادات الموجودة في المؤسسات العمومية، ويمكن للطلبة أن يتقدموا بها إلى اجتياز المباريات وما إلى ذلك. إذن هذه 3 مستويات في تقديري ينبغي على الآباء والأمهات أن يتعرفوا عليها، وربما الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي قد يتوفر على لائحة هذه المؤسسات في هذه المستويات 3، مؤسسات مرخص لها، مؤسسات التي تتوفر على بعض التكوينات المعتمدة، والمؤسسات المعترف بها. بالنسبة لخارج المغرب يمكننا، أنا في التقدير ديالي هذا خارج المغرب خصنا نعقدوا لها لقاء خاص، لأن فيه واحد الاحتياطات كبيرة جدا ينبغي أن يأخذها الأباء والأمهات بعين الاعتبار، خاصة بالنسبة للدول التي لا تربطها بشكل مباشر اتفاقية شراكة وتعاون مع المغرب، ويمكن لبعض الأباء والأمهات إما تحت ضغط استشارة معينة أو مكاتب أو شيء من هذا القبيل يمكن يدفعوا ولادتهم أنهم يتسجلوا في بعض المؤسسات، وأحيانا يتفاجئوا على أنها غير معترف بها أو الشواهد ديالها ما يعني لا تتناسب وطبيعة ما يجري هنا في المغرب في أنظمة الاعتماد والاعتراف وما إلى ذلك. أنا كان كيظهر لي هذه النقطة ديال الاعتراف بالشواهد ديال الخارج والاستقطاب ديال الدول الأجنبية لأبنائنا الذين يجتازون مباريات الولوج إلى هذه المؤسسات خارج المغرب، خاصة في الدول الفرنكوفونية والتي تحرص على أن تمر ربما المباريات فيها قبل ما تدوز المباريات عندنا، بالتالي تتأخذ هذيك لاكريم. هذا موضوع في تقديري يحتاج إلى حلقة خاصة. إذا كانت شي إضافة سي ناجي، لأنه غادي نناقشوا الموضوع ديال كلية الطب بين واحد الإشارة فيه، لأن هناك أزمة تتعيشها كلية الطب في هذه الأيام. فقط فيما يتعلق بهذا الموضوع، أعتقد موضوع مهم، موضوع الهجرة الأدمغة. الأدمغة المغرب يعاني من هذه الهجرة. كلية الطب معروف أن من يتخرجون من كلية الطب عندنا واقل 300-400 طبيب متخرج أو أكثر 600 دابا الآن يذهبون في الخارج. أما بالنسبة للمهندسين فهم يذهبون قبل أن يتخرجوا، لأن كاين مسار مطابق للمسار الفرنسي هو ما يسمى بالسي بي جي، مراكز التحضيرية، الأقسام التحضيرية، مراكز الأقسام التحضيرية، امتحانات ديال الجامعات الفرنسية والأجنبية هي الأولى. مراكز يعني هذا النظام هو نظام فرنسي، هو النظام الوحيد في العالم اللي فيه هذا النوع، يعني أقسام تحضيرية للتعليم العالي، وهذه الأقسام التحضيرية لمدارس خاصة، مدارس عليا، لأن في جميع دول العالم كتلقى جامعات، وهذه الجامعات فيها تخصصات، والحاصل على البكالوريا يدخل إلى الجامعة ويختار التخصصات التي يريد. في فرنسا إلى جانب الجامعات هناك مدارس عليا، وهذه المدارس العليا يتم الولوج إليها عن طريق أقسام تحضيرية تعد هذا الفرد أو هذا التلميذ لكي يكون قادرا على مواصلة الدراسة في مستوى عالي في هذه المدارس. هذا النظام يعني مأخوذ من فرنسا في المغرب، وهذا الخريجين ديال هذه المدارس يجتازون ما يسمى بالمباراة الوطنية الموحدة، وهذه المباراة الوطنية الموحدة فيها مباراة اللي كتعطي لفرنسا، يعني كيمشيو لفرنسا كيجتازوا المباريات اللي خاصة بوليتكنيك فرنسا. ونتذكر السنة الماضية كان ضمن 60 جنسية شاركت في 60 جنسية شاركت في المباراة، كان عندنا 46 مغربي نجح في هذه المباراة. من 60 نجح، هذوك اللي نجحوا 60، 46 مغاربة، 46 نجحوا المغاربة، ماشي الجنسيات، قلت اللي نجحوا 60 من جنسيات مختلفة، ولكن المغاربة كاين 46. طبعا هذا يمكن يكون مفخرة بالنسبة للمغرب، ولكن هذه النخبة هذه تذهب إلى الخارج. لما تدرس في فرنسا فالأغلبية تبقى في فرنسا، البعض ربما يدخل إلى المغرب ليرسم مساره المهني في المغرب، ولكن الأغلبية تذهب في فرنسا. وبالتالي هذه النخبة التي تذهب إلى فرنسا
وتذهب إلى دول أخرى فيضيع فيها المغرب. وكانت الفكرة اللي ذكر السي الصمدي ديال إحداث مؤسسات في المغرب خاصة ما سمي بالمؤسسات الشريكة كان لاستقطاب هذه استقطاب واحد الجزء من هذه النخبة لا تذهب إلى إلى دول أخرى. لكن مع الأسف هذه المؤسسات لا تستقطب بالضرورة نخبة النخب، يعني تستقطب نخبة معينة ولكن نخبة النخب لها مسار آخر. يمكن هذا موضوع ديال هجرة النخب خاصه واحد الحلقة خاصة باش نناقشوه. بقى لنا غير واحد المحور الآن، الأزمة اللي كتعيشها كلية الطب. نعرفوا بأنه 6 أشهر تقريبا ديال الإضرابات، الطلبة ديال كلية الطب أكثر من 20,000 طالب هما دايرين الإضراب هذه السنة. الامتحانات تأخرت، الأسدس الأول ما دوزوش، تعطاتهم نقطة ديال الصفر أغلبهم. الآن الحكومة قررت أنها دير الامتحانات 26 في هذا الشهر، ولكن كانت واحد المقاطعة كبيرة ديال كتوصل حد 94%. وحاليا هناك أزمة ديال تدبير هذه الأزمة ديال الإضرابات ديال كلية الطب. كيفاش تبعتوا لهذا؟ هو بين قوسين اسمح لي كمشتغل في مجال التربيه، غير واحد الكومبليمون، واحد الاضافه صغيره، انا كنوجه الطلبه ديال البكالوريا انهم يتوجهوا للمسالك ديال التربيه، مسالك ديال الاجازه في التربيه في المدارس العليا للتربيه والتكوين، لانه مازال امامنا 20,000 الى حدود 2028، معناه انه كاين واحد سوق مهمه جدا لتكوين هؤلاء الطلبة المتميزين في المجال ديال التربية باش نخدموا المنظومة التربوية. هذا غير على الهامش. أنا في تقديري ما وصلنا إليه في ملف الطب يؤسف له، لا يرضي أحدا، لم نكن نتوقع أن نصل إلى هذا المستوى. وقد وجهنا في غير ما لقاء وفي هذا البرنامج أيضا نداء إلى كل أطراف بأن يكون هناك شيء من التعقل والإنصات والحوار من أجل حل الإشكالات اللي هي ظهر من خلال البلاغ الأخير ديال الوزارة ومن خلال الاقتراحات الأخيرة ديال الوزارة على أنها لم تكون يعني شي حاجة اللي هي عصية على الحل. وأنا أعتقد على أنه لو أن هذا البلاغ هذا ديال الوزارة صدر في بداية السنة الدراسية ما بقي في ما كناش غنوصلوا لإيقاف الطلبة على كل حال. دابا هذا واقع الحال، هذا واقع الحال، لأنه ربما حسب ما قريت في حسب على ما تبعت في الملف على أنه الطلبة ربما طلبوا من المحاورين ديالهم في الحكومة في آخر لقاء على أن يصدر بلاغ مشترك باش يطمئنوا تهما او توقيع محضر باش يطمئنوا هما على نقطه الصفر وعلى رجوع الموقوفين، لان الموقوفين هما جلهم من 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 ممثلي هؤلاء الطلبه، فما عنده حتى شي معنى واحد الطالب كنتحاوروا معاه هو موقوف باش يدوز الامتحان. فهذا بحال ما عطاش واحد النوع من الاطمئنان للطلبه. وانا في تقديري هذا واحد الشكل من الاشكال الذي كان بامكانه ان يتجاوز في ظل هذا الظرف لفك الإشكال، ماشي فقط غير بالنسبة للذين يدرسون في كلية الطب الآن. ما ننساوش على أنه نحن مقبلون على مباريات كلية الطب قريبا، والوزارة أعلنت على المباريات ديال كلية الطب في المؤسسات الشريكة، وحددت حتى ذاك لو سوي ديال الامتحانات اللي هو 13 باش الطلبة غادي يدوزوا المباريات. كيف سنجمع في السنة الأولى السنة القادمة إن شاء الله خلال هذه الفترة ديال 3 أشهر ما بين تدبير التركة ديال السنة الماضية وما بين هؤلاء الأفواج الذين سيلتحقون والملف المطلبي مليء بإشكاليات في يعني المحلات ديال التكوين والإستاج وما إلى ذلك؟ لا أدري كيف سيتم تدبير ملف بهذا التعقيد، ولا زلت آمل. أنا تنقول مدام أمامنا جويه وهذا وأوت، من الممكن أن تكون هناك في الدورة الاستدراكية ديال الطلبة في حالة إذا تم حل هذه الإشكالات الجزئية البسيطة لاستعادة الثقة بين الأطراف أن نتدارك، وأرجو أن نتدارك. أعتقد أن من المؤسف كما قال السي الصمدي أن نصل إلى هذه الوضعية، وضعية
تضيع سنة دراسية، سنة تكوينية أنا أعتقد أنها ضاعت، لأن اليوم نحن في نهاية السنة، ومهما فعلنا في هذه الفترة المتبقية فلن نستبرك الزمن الضائع، لأنه زمن قد ضاع. مقاربة الحكومة في الموضوع أعتقد أنها كانت مقاربة غير مناسبة، وأنها ذهبت في نفس المقاربة التي سلكتها مع الأساتذة، الأساتذة في النظام الأساسي تقريبا نفس، يعني أن هناك تأخر في رد الفعل، هناك أزمة في تدبير الحوار، تأخر في رد الفعل، لأن الحكومة كأنها تبقى دائما في موقف الانتظارية وتتشبث بمواقفها، في حين أنه في أي أزمة الحوار هو الحل، وهذا الحوار لا يمكن أن يكون بشروط مسبقة، الحوار يكون وفقا لما ينتج عنه الحوار في النهاية، وهناك ميزان قوة في النهاية بين الحكومة وبين الأطراف التي ستتحاور معها، وينبغي أن تكون للحكومة مسبقا سيناريوهات متعددة، وأن يكون المحدد في السيناريوهات هو إنقاذ الموسم الدراسي. إنقاذ الموسم الدراسي ليس حتى نهاية السنة، إنقاذ الموسم الدراسي يعني أن يكون هناك أجل لإيجاد حل حتى نقول أن الموسم الدراسي قد يمكن إنقاذه، مثلا سنة شهرين ونتوقف صافي، إما أن يكون الحل في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه، ولا نقول أنه المحدد الأساسي هو أن تربح الحكومة بين قوسين، لأن هذه ليست معركة ينبغي أن يكون فيها رابح وخاسر، لأن الرابح ينبغي أن يكون كما قلنا سابقا الوطن والمواطنين، ولن يكون يتم ذلك إلا بحفظ المصلحة العامة.